انا ما سالتش وما بيفرقش معايا قوي يعني حكايه الترتيب بصراحه. انا ما يعني ما قعدتش خالص، لان في طبعا في نجوم اكبر مني قدرا وبيشتغلوا قبلي بسنين ومقاما وسنا، انا لازم طبعا ليهم احترامهم. بس بصراحه انا ما كلمتش لا مع الاستاذ النقلي ولا مع المنتج استاذ ممدوح شاهين في موضوع الاسماء ده، انا سبتها لهم والحمد لله هم حاطيني بشكل كويس جدا، راضيني جدا. فانا وبصراحه حقيقي انا ما سمعتش خالص ان كان في مشاكل بين النجوم على الاسامي. ده في المسلسل ده بس في العادي انت بتفكري فيها اصلا حكايه ترتيب الاسامي ولا عادي؟ بص ساعات للمنتج انا بسيبها للمخرج، بس ممكن. هي تقدير يعني تقدير، يعني مثلا الحاجه اللي ممكن تزعلني ان انا مثلا ابقى عامله دور كبير ومجهود، وان انا يعني بقول لك كل حاجه ليها تقدير، زي مثلا يبقى صحفي كبير ويزعل ان يتحط قبليه مثلا صحفي لسه بقاله سنتين ثلاثه مثلا يعني. لكن برضو انا بقيتش تفرق معايا الحكايه دي، لان خلاص دلوقتي انت بيتذاع مسلسل تلاقيه فجاه البيت الكبير الحلقه كذا، فالناس ما بتشوفش. واهم بالنسبه لي بقى بصراحه من الخبره ومن الاحتكاك اكتشفت ان اهم حاجه ان تقدير الناس، حب الناس للدور ده والشخصيه دي. مش مهم اسمي محطوط فين، ممكن يبقى اسمي اول واحد لكن ردود فعل الناس عليا مش كويسه، اكون عامله الدور مش بشكل مش كويس، الناس مش حباه، هيفيدني بايه التتر؟